علم واحد مش هينفع كثير، انتبهوا. والا في علماء، ابن حزم رحمه الله عليه عنده كتاب في الاخلاق يقول انا لاحظت، شوف الملاحظه جريئه وصادقه ومره طبعا، وهو عالم امام، قال لاحظت ان الفجور والفسق والتحلل اكثر ما يكون في علماء الدين. تحدث عن علماء الاندلس، وهذا شيء محير. علماء الدين إيه، وتلاقي العوام يا حرام هم اللي فيهم الطيبه وبعطوا وبتصدقوا وكذا، والعالم بوخذ وعامل حاله كذا موجود طبعا مش معناها، لكن هو قالها ايه اكثر ما يكون في عصره. يبدو في بلد للاسف كان فيه هذا. ابن حزم انا مره قرات له لما قرات كتابه في اصول الفقه اللي هو الاحكام، في اصول الاحكام حكى حكايه غريبه، يعني شعر لها شعر بدني. حكى عن رجل عالم من اهل القران، رجل عالم من اهل القران، تلا ايه واخطا فيها. يصير يا اخي الرسول نفسه كان ينسى بعض الايات، اليس كذلك؟ في الاخر مش يعني ينسى بعض الايات، وفي البخاري رحم الله فلان يقول مررت عليه بالامس يقرا في قيام الليل في بيته، فقرا ايات كنت ايه انسيتها، لقد اذكرني ايات كنت انسيتها، ترحم عليه النبي. بصير وعلى قلبي انزل، ولا مش صحيح؟ فعادي انت تكون قارب للقراءات السبع والعشر والاربعتاش وتنسى عادي جدا. الكسائي مرة كان يعم بهارون الرشيد وقرأ آية طبعا بقراءة مش موجودة بالمرة، هذه القراءة خطأ، سلك لسان هيك وخجل انه يعيد الآية وقرأها صح، وهذا غلط منه طبعا. الكسائي النحو هذا الكبير، علي بن حمزة الكسائي، فأنا لا أذكر بالضبط لأنه قبل سنوات بعيدة، لكن نفترض مثلا لو كانت إيه يعملون كأنه قالها مثلا يعملين يرجعين، أحسنت يرجعين، أحسنت الله يفتح عليك. فالرشيد إيه قال له يا إمام يعني هذه قراءة من هذه؟ شك ما سمعهاش قبل هيك، فاعتذر الكسائي وقال له بمعنى انه يعني قد ينبو السيف يعني او يعثر ايه الفارس، قال له احسنت واستوثق منه الرشيد انه معناه انسان تقي، يقدر اقول له هذه قراءة كذا كذا ويضحك عليه، لا صار. فابن حزم يحكي قصة رجل اخطأ في آية فقيل له اين هذا؟ قال هذه قراءة موجودة هو في المصحف. قال له لا يا رجل هذا غير موجود، لم يقرأ بأحد. قال عندي مثبتة. قالوا أرينيا. قال فدخل وحك في المصحف وكتب بيده، زور كتاب الله. بس الحمد لله كتاب الله ما اسموش هو إيه الكتاب في الأول، من بين 55 اسم ووصف أحصاها شيء ذلا، أشهر واحد القرآن، إشارة إلى حفظه في الصدور، وبعدين بيجي الكتاب إشارة لحفظه في السطور، أهم أنه القرآن قبل ما يكون كتاب. فطلع عليهم قالوا إيش هذا؟ اختبروا وعرفوا أنه هذا إيه محكوكة وافتضح بين الناس، يعني والعياذ بالله. فالعلم وحده يا اخوان واخواتي ما بكفيش، بتكون عالم وحافظ لا 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 مش معناها.